بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 18، كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. والقسم واجب في الزوجة المدخول بها، يبقى يجب القسم بعد الدخول، إنما قبل الدخول ما فيش واجب، لا يجب في حقه القسم. يعني لو واحد عقد على 3 زوجات ولم يدخل بواحدة منهن، لا يجب في حقه القسم لأن لم يدخل بعد، فإن دخل وجب القسم. والقسم المقصود به الإقامة مع كل واحدة منهن يوم وليلة على التوالي للمؤانسة، ولا يشترط في قسمه أن يجامع المرأة في هذا اليوم الذي عنده، هذا متروك لنشاطه، ولكن مطلوب. يعني حتى لو كانت حائض برضو يروح يبات عنده، مع أن الحائض لا تجامع. يبقى ليس المقصود من القسم والجماع، ولكن المقصود من القسم هو المؤانسة أصلا، والجماع يأتي حسب النشاط وحسب هي يعني حائض ولا ليست بحائض أو غير ذلك. ويجوز أن يكون القسم ليلة ليلة، وممكن يبقى ليلتين ليلتين حسب الاتفاق. يعني ممكن يقعد عنده واحدة يومان والثانية يومان والثالثة يومان وهكذا، ممكن يبقى 3 أيام هنا و3 أيام هنا. عنده زوجة في اسكندرية وعنده زوجة في القاهرة، يروح اسكندرية يقعد هناك 3 أيام في الأسبوع، ويجي في القاهرة يقعد 3 أيام، وبعد كده يقعد لوحده يوم علشان يلم مخه. جاهز هذا، مجراش حاجة، يمشي. يعني مش شرط يبقى يوم ويوم، وإلا رايح جاي بقى من اسكندرية للقاهرة كل يوم، وليه صعب. ها؟ يعني يجوز، يعني مش شرط يعني يوم ويوم، ممكن يومين ويومين، 3 أيام و3 أيام، 4 أيام و4 أيام وهكذا. كل ده يتم بالاتفاق. لو ما عملش كده يأثم، لأن القسم واجب. القسم واجب، ويبدأ وجوبه بالدخول. والقسم غير النفقة. النفقة أيضا واجبة، النفقة إنه ينفق عليها. كسوتها وسكنها وأكلها وشربها وعلاجها، ده واجب عليه، لأن ممكن واحد ينفق على زوجته ولا يبيت عندها، ممكن يبقى مقصر في القسم مش مقصر في النفق. فلازم يبقى يراعي كل هذه الأمور. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الأول بعد 703 آلاف، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. لما كان 9 نساء النبي، كان النبي ممكن إيه يوحشهم، هيجي لها كل 9 ليلة، فكان بدل ما ايه كده، فكانوا في اليوم اللي هو يكون عند فلانة يقوموا يجتمعوا يقعدوا معاه كده قد ساعة نص ساعة يأنسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده كل واحدة تنصرف إلى بيتها ايه، والنبي يذهب عند التي عليها الدور بتاعها. كويس، فكانوا يجتمعوا مع النبي كلهم في ده يوميا، علشان يعني يعرف أخبارهم ايه ويأنسوا به صلى الله عليه وسلم ويتناقشوا معه وغير ذلك.
كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها. زينب قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين في بيت عائشة، وزينب كانت قاعدة، فالنبي مد يده على زينب، فإيه افتكروا ان النبي نسي ان النهاردة يوم عائشة، فقالت هذه زينب، ستنا عائشة طبعا هي قاعدة مستنية يومها، فقالت هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا، يعني ابتدوا بقى ايه يتكلموا مع بعض. استخبتا يعني ارتفعت اصواتهم واختلطت. واقيمت الصلاة وجاء وقت الصلاة، فمر ابو بكر على ذلك فسمع اصواتهما، فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاة واحثوا في افواه في افواههن التراب، يعني عشان يسكتوا، يعني كناية عن ان هم يصمتوا يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل بي ويفعل، هيجي ابويا بقى ايه يعني يتخانق معي عشان ايه صوت مرتفع يعني. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاها ابو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ يعني ترفعي صوتك في وجود النبي؟ النبي كان متبسطا مع زوجاته وكان يتركهم بلا تكلف صلى الله عليه وآله وسلم من باب حسن العشرة، فأحيانا هذا التبسط كان إيه يجعلهم يرفعوا صوتهم أحيانا في المناقشات فيما بينهم بعضهم البعض وهو موجود، فيأتي سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر إيه يوم إيه يعني ينقض عليهم هذا ويعترض على هذه الأفعال. الإمام أبو حنيفة لما النبي صلى الله عليه وسلم هنا مد يده إلى زينب وقيل أنها زينب ثم خرج للصلاة، استدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. في الحديث هنا مش خرج للصلاة وكان مد إيده لمس زينب فقالوا لي دي زينب مش عائشة، فهم؟ فأخذ من هذا الحديث وغيره يعني، وله أدلة أخرى يعني، على ان اللمس مطلق اللمس ده لا ينقض، لكن اللمس الايه المصحوب بالشهوه اللي هو المصحوب بالشهوه المفضيه للجماع هو ده اللمس اللي ينقض الوضوء عند ابي حنيفه، يعني حتى لو مصحوب بالشهوه غير مفضيه للجماع لا ينقض عند ابو حنيفه كمان، لابد ان تكون شهوه مفضيه للجماع. الامام الشافعي رد على الاحناف قالوا لهم مش احتمال انه ايه مسكها من فوق ثيابها، هو لازم يبقى البشرة على البشرة، وطالما سقط دخل الاحتمال سقط الاستدلال، واخد بالك؟ يبقى الامام الشافعي قال ان الحديث ده لا يستدل به على ما استدل عليه ابو حنيفة، ليه؟ لانه ربما كان لمسها من غير ايه من غير ملامسة البشرة، لمسها من فوق حائل من فوق ثيابها، وهذا لا ينقض الوضوء بالاتفاق، واضح؟ إلا أن يكون بشهوة برضو عند الملكية بقى، حتى الملكية يقول لك لو لمسها حتى من فوق ثيابها بشهوة انتقد وضوء، لكن الشافعية عندهم لابد أن تكون البشرة على البشرة في نقض الوضوء، لابد أن تكون البشرة على البشرة ما عدا الظفر والسن والشعر لا ينتقد الوضوء بلمسه، الظفر والسن والشعر يعني لو لمس شعرها لا ينتقد وضوء، لو لمس ظفرها او سنها يعني بيعمل كده في ايده خبطت في سنها كانت هي ساعتها بتتاوي فخبر ما ينتقدش وضوء، فاهم؟ لابد البشره على البشره يعني بغير حال. باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. لما يبقى في ضرائر وواحده مثلا مريضه او مثلا ايه أصيبت بمرض يمنعها من الجماع، فصار زوجها خافت إن زوجها لا يأنس بها فيطلقها أو يهجرها، فتقوم تعمل إيه؟ تقوم تهب نوبتها لواحدة من الضرائر بتاعتها، يجوز ذلك طالما إيه بموافقتها،
انها تتنازل عن عن ايه، عن قسمها يعني. يبقى ينفق عليها لكن ما يباتش عندها. فهمت ازاي؟ بس ايه؟ بموافقتها. لازم بموافقتها. باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، زي ما عملت ستنا سودة بنت زمان لما كبرت، ايه كانت ايه؟ ليست لها حاجة في جماع او غيره، وخافت لحسن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطلقها او شيء من هذا، وهي عايزة تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فايه؟ تنازلت عن نوبتها لستنا عائشة، لسيدتنا عائشة. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها. في مسلاخها، المسلاخ اللي هو الجلد يعني، يعني تقصد أن أنا أكون هي، يعني ما تمنيتش أنها تبقى زي واحدة إلا زي سودة، تكون في مسلاخها يعني في جلدتها، في هيئتها، في حالها، في نفسها. من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة فيها حدة، هنا لا تقصد الذم، تقصد المدح، يعني كانت جدة في الحق، كانت عندها جدية في الحق، يعني ما كانتش تغلب عاطفتها على الحق، بل الحق عندها هو الحق. ستنا عائشة لصغر سنها كان أحيانا بسبب غيرتها على النبي تغلب العاطفة، لكن ستنا سودة كانت فيها إيه؟ يعني ميزان العقل عندها واضح قوي. فهي هنا ما تقصدش إنها تذمها، بتقصد إنها إيه؟ يعني هي فيها حدة في اتباع الحق، ولا تميل للعواطف كثيرا. فدي أعجبت بها ستنا عائشة، لأن ده كان إيه؟ ينقص ستنا عائشة في علاقتها بالنبي، كانت علاقتها بالنبي يغلب عليها إيه؟ الغيرة. بسبب صغر سنها وشدة تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معذورة. ستنا سودة لأنها كبيرة في السن، فكان إيه؟ يغلب عليها النضج العقلي، فكانت هي تعجب بها في إيه؟ حسن تصرفها يعني. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، مش يومين متتاليين، يعني اليوم بتاع عائشة ولما يجي دور يوم سودة يروح لعائشة. كويس، ادي معناها، مش يعني يومين ورا بعض. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا زهير حاء قال وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير، وزاد في حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، بعد ستنا عائشة. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها؟ يعني ما فيش يعني ما فيش حياء يعني؟ ما هو ربنا بيقول: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها له أن يتزوجها بغير وهر ولا ولي. دي حاجة خصوصية للنبي كده، لا مهر ولا ولي ولا صيغة، تيجي له كده ياخدها النبي. دي خصوصية للنبي دون سائر الأمة، خالصة لك من دون المؤمنين. لكن النبي لم يأخذ واحدة ولا واحدة وهبت نفسها النبي. يبقى ليس كل ما أباحه الله للنبي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت ستنا عائشة لشدة غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ تغار. إزاي الست تيجي كده توهب نفسها يعني للنبي؟ ومفيش حياة يعني، هي متضايقة من الحتة دي بقى، هي لأنها لشدة غيرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن، وعلى هنا بمعنى من. كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: وتهب المرأة نفسها؟
فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني ربنا ساب الايه للنبي كل الاحكام المتعلقه بالامور دي على حسب رغبته هو صلى الله عليه وسلم. قالت: قلت والله ما ارى ربك الا يسارع لك في هواك، يعني في مرادك يعني. ومعلوم ان مراد النبي لا يتعلق بمعصيه ابدا. ده النبي بيقول للمسلم المؤمن العادي: لا يؤمن احدكم حتى يصبح هواه تبعا لما جئت به. فما بالك بقى بالنبي اعلى الناس ايمانا. فيبقى النبي ليس له هوى بمعنى الميل عن الله، بل هوى النبي ميله الى الله. يبقى هوى النبي مختلف عن هوى غيره. انت هواك تميل الى الشهوه، الى الغفله، الى متطلبات نفسك. اما نبي هواه فلا يميل الا الى مولاه صلى الله عليه وسلم. فلما راى الله سبحانه وتعالى في نبيه هذا الكمال ترك له الامور على وفق ما يريد، على اعتبار أن إرادة النبي لا تكون إلا موافقة لإرادة الله. إذا كان الولي ربنا بيقول كنت سمعه كنت بصره كنت يده التي يبطش بها، إذا كان الولي كده فما بالك بالنبي. النبي من باب أولى. وعن أبي قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. قالوا أن الآية دي نسخة لقول الله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. هل آية لا يحل لك النساء من بعد ناسخة لهذه الآية، ولا الآية دي ناسخة للآية الأولى؟ يعني هل النبي قيد واستمر الأمر على التقييد، ولا فتح هذا التقييد على مراد النبي؟ فهمت المسألة؟ الراجح وجهان عند الشافعية، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل الله سبحانه وتعالى له كل شيء. يبقى إيه؟ رفع التقييد هو النهاية. رفع التقييد هو النهاية. لكن إيه؟ لا يحل لك النساء من قبل من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هذه الآية نسخت بآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبهم. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف. ميمونة دي خالد سيدنا عبد الله بن عباس، لأن أختها أم الفضل إيه تبقى أم سيدنا عبد الله بن عباس، فميمونة خالته وأم المؤمنين وهي زوجة النبي. فلما ماتت ستنا ميمونة كانت بعد سنة 60 هجرية، يعني قيل 63 و64 اختلفوا في موتها، وفي قيل 51 يعني اختلفوا في سنة وفاته. ودفنت في سرف. سرف دي مكان بين مكة والمدينة، هو أقرب لمكة من إيه؟ من 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 قربه للمدينة، على بعد حوالي الوقت 10 كيلو متر من المدينة من مكة. يعني التنعيم على بعد 5 كيلو من مكة في طريق المدينة، التنعيم اللي هو في مسجد ستنا عائشة اللي الناس بتحرم من عنده. لما تمشي بعد التنعيم 5 كيلو كمان توصل لمنطقة اسمها سرف اللي هي فيها قبر ستنا ميمونة وفي مسجد هناك. وعاملين طبعا الوهابية ممنوع تقف قدام المسجد وممنوع تزور وممنوع حتى المسجد مغلق لا تقام فيه صلوات بأمر الوهابية، لحسن خايفين ان المسلمين يعبدوا أمهم. دي أم المؤمنين، إيه المانع إن المسلمين يزوروا أمهم؟ لكن الوهابية عندهم لوسة، يعادوا الموتى والأحياء، الأحياء كفروهم والموتى حجبوا الناس عن زيارته. فلا بيكرهوا الأحياء بيكرهوا الأحياء والأموات، حاجة مذهب عجيب الشكل.
لدرجه مره رحنا قلنا الواحد عشان يزورنا معاه مايكرو باسكت نقول له ودينا، قال بس انا هنزلكم بعيد واقف بعيد لحسن نقطه البوليس لو شافوني هيسحبوا مني الرخصه، خايف. قلنا له يا عم احنا ما عندناش رخصه، نزلنا احنا مش هيسحبوا مننا حاجه، ونزلنا احنا اتمشينا كده لحد ما زرناها ورجعنا. يعني تصور انت المذهب العجيب القبيح ده اللي يمنعك انك تزور قبر امك بعد وفاته، شيء عجيب الشكل. فستنا ميمونة الوحيدة من امهات المؤمنين اللي هي مدفونة بعد خديجة، يعني اللي هي مدفونة مش مدفونة في البقيع، كل امهات المؤمنين مدفونين في البقيع الا اثنين، ستنا خديجة في مكة لانها ماتت قبل الهجرة، وستنا ميمونة اوصت انها تدفن في سرف حيث دخل النبي بها، فأرادت أن يكون موضع دفنها هو موضع دخول النبي بها عندما عقد عليها بعد إحرامه، فاكرين؟ ودخل بها وهو حلال. قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، يعني أثناء حملها يعني، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب، وده وهم من عطاء، التي كان لا يقسم لها هي سودة، عطاء اللي عنده وهم، وهم عطاء فقال صفية، فهم؟ فيبقى ده وهم من عطاء، والتي كان لا يقسم لها هي مين؟ هي ستنا سودة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. يقصد صفية ولا يقصد سودة؟ يبدو أنه يقصد صفية يمكن. باب استحباب نكاح ذات الدين، ذات الدين، استحباب نكاح ذات الدين اللي هي ايه؟ كيف تختار الزوجة؟ الناس بيختاروا الزوجة اما لمالها او لجمالها او لحسبها ونسبها او لدينها، فالنبي اوصانا ان يكون الدين هو نمرة واحد، فان جاء الدين مع النسب بها ونعمت، ان جاء الدين مع المال بها ونعمت، ان جاء الدين مع الجمال بها ونعمت، لكن الدين يكون شرط أساسي أولي. والدين المقصود به على فكرة إيه؟ الطبع، الطبع والأخلاق، لأن كل أنت هتروح تتجوز مسلمة، ما هو دينها مسلم، كلهم مسلمين، لكن المقصود بالدين هنا هو خلقها، خلق المرأة، أن تكون حسنة الخلق، أن تكون طيبة الطبع، حسنة العشرة، يبقى يطلق الدين ويقصد به إيه؟ يقصد به الطبع والأخلاق أحيانا. فاظفر بذات الدين يعني ذات الخلق، الدينة العابدة الصالحة، لأن ليست كل امرأة عابدة أخلاقها كويسة، ممكن تلاقي واحدة ما تفوتهاش الصلاة لكن عصبية المزاج وكثيرة الكلام وصوتها مرتفع ولا تقنع بما رزقها الله، لكن ما شاء الله ما تفوتهاش الصلاة، فما دي متعبة لما تتجوزها، دي تتعبك، فاهم؟ لكن المقصود بإيه؟ بأظفر بذات الدين، مش المقصود ان هي يعني تبقى حافظه قد ايه من القران وبتصلي في الجامع ولا ما بتصليش، زي ما بيعمل بعض الشباب دلوقتي بيقيسها غلط. المفروض تكون اخلاقها حلوه، حسنه السمت، هادئه الطبع، طيبه العشره، ليست عصبيه المزاج، ليست مرتفعه الصوت، ادي الدين. بعد هو دي اللي هيخليها تدوم عشرتك معاه. انما انا يفيدني ايه ان هي ما بتفوتهاش الصلاه لكن كل ما بتقابلني ترفع صوتها كده عليا، وكل ما اقول لها حاجه ما تسمعش كلامي، هستفيد انا ايه بصلاتها؟ ها؟ بالصلاه على النبي يعني انا هستفيد ايه بالصلاه على النبي؟ فهمت؟ فلازم حسن العشره انها تسمع كلامك، تبقى ايه؟ هادئه الطبع، مش تخش البيت تلاقي البيت حريقه، صوتها عالي ومتخانقه مع الجيران والعيال متعورين والدنيا مش عارف مقلوبه، ايه ده؟ ما تبقاش عيشه دي. لان انا كنت بشوف يعني شباب عندهم كده في اختيار الزوجه، يقول لك إيه اصلها ما شاء الله حافظه القران كله، قلت له انت هتتجوز في ايه يا ابني؟ ايه يعني حافظه القران كله؟ انا هتعمل لي ايه؟ يعني هتقعد تقرا عليا قران كل يوم؟ انا عايز اجيب اولاد
وتربيهم وتبقى حسنة العشرة وطيبة ومش عارفة من القرآن إلا الفاتحة وجزء عام. حلو قوي مثلا. لا شك حفظ القرآن حلو، بس حفظ القرآن لا يدل على إن أخلاقك كويسة. ما احنا شفنا ناس كتير حافظين القرآن وأخلاقه صعبة. فهمت إزاي؟ فالمقياس مش هو حفظه قد إيه. أنا مش هعمل أنا جامعة الأزهر في بيتي وهدرس لها. فهمت بقى المسألة؟ إن جمعت الأخلاق الحلوة مع حفظ القرآن بها ونعمت، لكن الأخلاق الحلوة ومفيش حفظ القرآن، واحدة تانية حفظ القرآن وأخلاقها وحشة، أختار الأخلاق الحلوة ومش حفظ القرآن. أبقى أتجوزها وأحفظها براحتي ما أجراش حاجة. فهمت بقى المسألة؟ درجة كان يعمل إيه في الخطوبة؟ يقعد يسمع لها. الله، هو أنت عامل كتاب؟ ما هو دي أخلاق يعني، تصرفات غريبة غبية يعني. وفي الآخر يتجوزوا وتسأل عليهم بعد 5 سنين يقول لك اتطلق. طب وليه ده كله؟ فاهم؟ فالمسألة حسن العشرة تأتي بالأخلاق الطيبة، مش بحافظة قد إيه وبتصلي إزاي وما بيفوتهاش قيام الليل، مش هي كده. فهمت بقى المسألة؟ آدي معناه اصفر بذات الدين، الدين اللي هي إيه؟ اللي هي الطبع والأخلاق الطيبة والمواساة. نعمل إيه بس؟ ناس تقول لي الحديث ده ليل نهار ومش فاهمينه. فاهم الدين بالمعلومات، عندها معلومات ايه، ختمت كم كتاب وقرأ. لا، مش الدين معلومات، الدين سلوك. الدين سلوك اكتر منه معلومات. فهمت؟ باب استحباب نكاح ذات الدين. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. يعني عند الناس، يعني الناس تملي مش معنى النبي بيقول لك لازم تتجوز عشان الأربعة دول، لا، ده بيكلم طبائع الناس بتتفاوت في اختيار المرأة. ناس يختاروا للدين، ناس تختار للجمال، ناس بتختار للحسب، وناس بتختار للمال. لكن انا انصحكم، النبي بقى بيقول لامته فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني اغناك الله، اغناك الله واعانك الله. ادي معنى تربت يداك، وسعدت في حياتك. يبقى ده دعاء، وان كان اللفظ مفرداته تدل على انه ايه، يعني الافتقار. تربت يعني جاي من التراب، يعني التصقت يدك بالتراب، لكن خرج عن معناه بالاستعمال الى معنى الدعاء. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء قال اخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن، يعني عندك حق يعني. لأن سيدنا جابر زي ما قلت لك، سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام أبوه استشهد في أحد وترك له 9 إخوة بنات، فأراد أن يتزوج، فخاف لحسن أن يتزوج بكر، تيجي البكر تتخانق مع أخواته البنات بسبب قلة عقلها وقلة خبرتها وتقلب له البيت. فقال أنا أجيب واحدة طيب سبق لها الزواج تكون عاقلة، تقوم إيه تعاملهم معاملة الإيه، الأمومة بقى، مش معاملة الندية. ولو جاب بكر هتبقى زيهم، فهو يتخانق معهم طول النهار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إيه أعجب إيه بحسن تدبيره. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن، يعني عندك حق. إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يدك. باب استحباب نكاح البكر. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال
تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ لأنه كان شاب صغير سيدنا جابر. فقال له انت كده هتعجز نفسك وانت لسه شاب كده في عز الشباب، تتجوز واحده يعني ثيب هتعجزك بدري بدري، انما ما تتجوز واحده كده صغيره السن تبقى عندها نشاط في البيت وتعمل كده تقوم تلعب معاه وتلعبك وتبقى كده في مرح، العلاقه بينكم علاقه مرح مش علاقه كآبه يعني. يبقى ايه؟ اين انت من العذارى ولعابها، يعني الملاعبتها يعني، وهذا يدلك على استحباب ملاعبة الرجل زوجته والتبسط معها وأن يكون خفيف الظل معها وأن تكون حياتهم بغير نكد. قال شعبة فذكرته لعمرو بن دينار فقال قد سمعته من جابر، وإنما قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حمار بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله رضي الله عنه هلك. هلك يعني مات، بلغة قريش هلك يعني مات، لكن بالعرف بتاعنا احنا دلوقتي هلك يعني راح في داهية في الاستعمال بتاعنا احنا الحالي، فهمت؟ لكن في استعمال قريش هلك يعني مات، يعني مات شهيدا في أحد، هذه معنى هلك. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول، في سورة إيه؟ غافر. حتى إذا هلك يعني مات، فهمت بقى؟ ها؟ وإن امرؤ هلك وإيه؟ وليس له ولد، هلك يعني مات، يبقى هلك بلغة قريش يعني مات، فهمت؟ قاعد في القرآن كتير هلك بمعنى مات، لكن العامية المصرية لما يقول لك هلك يعني راح في 60 داهية واستريحنا منه وكان مصيبة سودة وظالم، يقول لك يا فلان هلك، فهمت؟ ده في الاستعمال لكن مش في اللغة، فهمت بقى ازاي؟ عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك يعني مات شهيدا في أحد، وترك 9 بنات أو قال 7، فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ وده يدلك على أن النبي كان يحب يتفقد أحوال أصحابه خصوصا أبناء الشهداء، كان بيعتبر نفسه أنه مع أبناء الشهداء كأنه أبوهم فكان يتخولهم، فسيدنا جابر ده ابنه يعني في سن أبنائه وأبوه مات شهيدا، فكان النبي كثيرا ما إيه يتخول أبناء الشهداء. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله اللي هو أبيه يعني إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، الشك من الراوي وهم 9 بلا شك 9، لكن الشك هنا من الراوي، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، واحدة في سنهم يعني، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال أصبت، ولم يذكر ما بعده. تمشطهن يعني تهيئ حالهم، يعني هي تستخدم أساسا للرأس للشعر، لكن هي معناها هنا تهيئ حالهم يعني توضب ملابسهم، تهيئ لهم البيت، تطبخ لهم، تحميهم كده يعني، تقضي حوائجهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني. تعجلت يعني حاول إيه يسرع البعير بتاعته اللي راكبها الجمل
على بعير لي قطوف، والبعير القطوف اللي هي خطوتها ضيقه، خطوتها ضيقه يعني بطيئه، فكل شويه قاعد يسجرها، عايز يخليها تستعجل يسجرها، يبقى البعير القطوف هي ايه؟ ضيقه الخطى. فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزه كانت معه، فانطلق بعيري كاجود ما انت راء من الابل. اتحلت عقدتها، طلع اللي وراه ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شايفه ايه؟ البعير بتاعته مغلباه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جه لحقه وراح ايه؟ ضربها بالعنزه بتاعته، عصايه كده اخرها جزء ايه؟ ملتوي كده معدني، بيبقى ماسكها النبي في يده. فايه؟ فراح نخس البعير بالعنز النبي، فحصل لها البركه الكبيره، فاتحلت عودتها في المشي، بقت ايه؟ بقت يعني رهوان. فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فشاف مين اللي عمل كده؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما يعجلك يا جابر؟ أنت ليه مستعجل؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، فرحان بقى وعايز أروح أقابل مراتي، يعني عريس جديد. قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبة؟ قال: قلت بل ثيبة. قال: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس. النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث تانية نهى عن دخول ايه؟ البيوت ليلا، مش كده برضو؟ وكان ايه؟ يدخلها نهارا مع الضحى. هنا بيقول لهم ادخلوا عشاء. ليه؟ ايه الفرق؟ لان كان بلغهم وصول الجيش، فلما بلغهم وصول الجيش قال لهم: طب انتظروا قد ساعة ساعتين كده، عشان بس ايه؟ النساء يستعدوا ينظفوا البيت، واللي تستحم، واللي تلبس ثوب جديد، اللي تعمل طبيخ، توضب الاولاد، عشان ما تخشش كده تهجم على البيت وتلاقيه غير مستعدة للقائك في هيئة ايه؟ لا تليق. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ لانتشار خبر وصول الجيش، فبقى لا بأس ان تدخل عليهم عشاء، فيش مشكلة، لان هنا انتشر وصول الخبر الجيش اليه. قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. فقال: امهلوا، استنوا شوية. يعني هم ايه؟ جنب على العصر كده قال لهم: طب استنوا بقى لما ايه؟ لما نصلي المغرب او العشاء وبعدين ندخل، نديهم فرصه كده 3 4 5 ساعات يوضبوا بيتهم وحالهم ويهيئوا نفسهم النساء. قال: امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء، كي تمتشط الشعثه، يعني تتسرح المراه اللي شعرها منكوش، شعثه يعني ايه؟ غير مصففه الشعر، وتستحد المغيبه. المغيبه اللي هو غائب عنها زوجها يسموها المغيبه، يبقى الغائب عنها زوجها يسموها المغيبة. وتستحد يعني تشيل الشعر الزائد، الإبط، الشعر اللي في جسمها، الحاجات دي اللي هي ساعات ايه؟ تغير رائحة الجسم علشان تستعد للقاء الزوج يعني. قال: وقال: إذا قدمت، بيقول لسيدنا جابر بقى، فالكيس الكيس، يعني ابتغي الولد، يعني انوي مع الجماع، مش مجرد قضاء الشهوة بل ابتغاء الولد علشان يبقى فيه ثواب كبير يعني. فالكيس الكيس هو الجماع لأجل تحصيل الولد يعني. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه اللي هي العنزة، المحجن اللي هي العنزة، ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتر ما هو بقى انطلق، بقى يعني يكاد حيسبق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبة؟ فقلت: بل ثيب. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن
وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال الآن حين قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين، عشان عايز ياخد ايه الاجر، اجر ثمن الجمل. هو ما كان عايز يرجع فيه، لما لقى الجمل خف وبقى بيجري ندم انه باعه، فجاي بقى، لكن هو اتفق مع النبي، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجايب الجمل، وقابل عمه قال له تبيع الجمل؟ ما حيلكش غيره، ما عندكش غير الجمل ده، هتجيب الميه ازاي؟ وايه اللي هتركب ايه؟ وقعد يلومه، ازاي تبيعه؟ فهمت؟ كل ده حصل، فهو بقى اتأخر شوية. وبعدين بعد ما جاب الجمل بقى ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم رجل كده ويأخر رجل، يعني على أساس إنه إيه يوفي بقى العقد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادعوا لي جابرا، فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. في الرواية دي كأنه هو كان عايز الشراء، لكن الحقيقة ما كانش كده، واخد بالك ازاي؟ الرواية دي ده هو لم يكن شيء أبغض إلي منه قبل كده، قبل ما يخف. فالرواية فيها تقديم وتأخير، يعني قبل ما النبي ينغزه كان بيبغض هذا الجمل جدا لأنه قطوف وبيضايقه في المشي، فهمت؟ فقال خذ جملك ولك ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اداله ثمنه واداله الجمل هديه كمان، ما خدوش صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان يحسن، يحب الاحسان لابناء الشهداء. فده جابر معروف انه كان ايه؟ ابوه شهيد، وكان ترك له اخوات، وكان رقيق الحال، ليس عنده اموال كثيره، وكان عليه نفقات كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أنه هو يساعده، ولكن في صورة لطيفة كده، فاشترى منه الجمل. فلما أعطاه ثمنه أعطاه الجمل بعد ذلك، أعطى الثمن والجمل صلى الله عليه وسلم، يعني اداله الجمل بما حمل. وده يدلك على كرم النبي وإيه وحبه. وعلشان كده الصحابة كانت تتعامل مع النبي، يعني يبقى النبي أغلى عندها من أنفسها، لأن النبي كان في غاية الجمال في حسن العشرة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، الناضح اللي هو الجمل اللي بيسقي الماء يعني، إنما هو في أخريات الناس. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قال نخسه اوراه، قال بشيء كان معه. قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى اني لاكفه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله. قال اتبعوني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله. قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قال قلت ثيبا. قال فهل تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. يعني تعلموا من النبي أن الواحد لما يعرض أمر على واحد يقول له، يقول له في الآخر والله يغفر لك. تيجي معايا النهاردة الأزهر والله يغفر لك مثلا، تيجي النهاردة نروح نصلي الفجر في مسجد الأشراف والله يغفر لك. يبقى بقت كلمة والله يغفر لك دي يقولوها عندما يعرض أي أمر على إيه، واخدوها من النبي تعلموها منه يعني. ويبقى هنا والله يغفر لك دي جملة اعتراضية أو جملة زائدة دعائية على سبيل الدعائية وليست شرطية يعني. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. باب الوصية بالنساء. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها. كالضلع، الضلع معروف أنه في اعوجاج، فالمرأة فيها اعوجاج. اعوجاج ده يعني إيه؟ يعني ميلها العاطفي أكثر من عقلها، يعني عاطفتها تغلب على عقلها، فتلاقيها تحنو، لأن المرأة لابد أن تكون عندها حنو حتى تكون أم صح، يعني تربي أولادها، وحتى تكون زوجة حنية على زوجها، وتكون بنتا حنية على أبيها. فالمرأة علاقتها بالمجتمع عموما علاقة فيها نوع من الحنان، وفيها نوع من الرقة، وفيها نوع من العاطفة، بخلاف الرجل. الرجل يتعامل مع الناس بالعقل أكثر، والعاطفة دي نمرة اتنين المرأة، وبالتالي يبقى اعوجاج المرأة ده كمالها، لأن المرأة كمالها أن تكون عاطفية، وليس انتقاص في المرأة. على فكرة الحديث ده بيكمل المرأة وبيبين حلاوتها، إن المرأة أحلى حاجة فيها إنها معوجة كده، حانية، تحنو على ابنها، تحنو على زوجها، تحنو على أخيها، تحنو على أبيها، تحنو على أمها. قال: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها. لو كل شوية بقى تقول لها فكري بعقلك، إزاي تعملي كده، مش عارف إيه، كل شوية متضايق وعايز تغيرها من طبعها اللي هي بتمشي فيه بعاطفتها أكثر، تقوم إيه في الحالة دي؟ حتى هتلاقيها إما يجي لها اكتئاب، أو ما تعرفش تعيش لأن خرجت عن طبيعتها، أو إنها تسيء في التصرف، أو إنك أنت تكرهها من كثرة المناقشات وفي الآخر تطلقها. فهمت بقى المسألة؟ وإلا أنت عايز تخليها راجل يعني؟ يعني لو تزوجت أنت امرأة ليست عندها أي حنو، كأنك متجوز واحد صاحبك، ملاش قيمة بقى، هتبقى مقرفة يعني. فهمت ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإذا تركتها استمتعت بها وفيها عوج. يعني العوج ده هو ده المتعة اللي فيه، إن المرأة تبقى فيها العاطفة ويغلب عليها عشان تحافظ على بيتها وتحافظ على أولادها وهكذا. في ناس بتقرأ الأحاديث دي ويعتبروها عيب في النساء وهم مش فاهمين كلام النبي، أعمل لهم إيه طيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع قدر المرأة. النبي عاش ومات ولم يضرب امرأة قط صلى الله عليه وسلم، ولم يضرب صبي قط، لم يرفع يده إلا في سبيل الله قتالا للأعداء فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس عشرة للناس. وعن أبي قال: وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. وعن أبي قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن عمر لابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. يعني مش هتستقيم وتمشي معاك بالعقل على طول، لازم تعمل حساب ان المرأة دي عاطفية، ما تعملهاش بالعقل على طول كده هتخسرها، لازم يبقى في نوع من العاطفة. فهمت؟ انت مع صديقك عامله بالعقل ما يجراش حاجة، راجل لراجل، انما مع امرأتك لازم تعاملها بالعاطفة وتراعي تغيراتها النفسية واحوالها. ده لما بيجي لها الدورة بيبقى عصبية شوية، وبعد ما بتعدي ايام الدورة الشهرية بتبقى هادئة الطبع شوية، فخلاص عاملها على حالها وراعي ظروفها. وهي حامل بتبقى مرهقة وتعبانة، ويمكن تعبها ده يخليها احيانا تقول كلمة ما تليقش، عديها، ما هي تعبان. انت جربت الحمل والولادة؟ ما انت لو جربت الحمل والولادة كنت يعني شتمت كل اللي قدامك من تعبك. فهمت ازاي؟ فلازم تعذرها يعني، لان ربنا اقامها تحمل وفي الحمل ضعف، وبعدين تولد والولادة فيها نوع من الخطورة، وكان كثير من النساء يموتن في الولادة، وبعد ما تولد وهي مرهقة تقوم ترضع وتربي وتغير
يعني برضه مشاكل كثيره قد لا يتحملها الرجل ومسؤول عنها المراه، فلازم بقى تراعيها بقى. فهمت ازاي؟ عايزها بعد ده كله تقوم ايه، تبقى ماشيه معاك بالعقل كده على طول، برضه احيانا تبقى تعبانه، استحملها شويه وراعي ظروفها وراعي ضعفها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصي بالنساء خير من اجل هذا، لان النبي كان يحب ايه، انك تقف مع الضعيف، والمراه خلقتها فيها نوع من الضعف بسبب ايه، الدوره الشهريه والحمل والولاده والرضاعه وارتباطها باولادها وارتباطها مسؤوليتها نحو اولادها ونحو بيتها ونحو زوجها مع ضعف جسمها، كل الحاجات دي بتخليها ايه يعني انتنشن، يعني ايه اعصابها مشدوده. فاحيانا الاعصاب المشدوده دي تخليها تفلت منها بعض التصرفات، معلش استحملها بقى عدي. فهمت بقى؟ ما تقعدلهاش على الواحده يعني. اذا اردت ان تستقيم لك يعني هتقعد لها على الواحده كده. مش هتلاقيها تستقيم، هتلاقيها برضه تحود شويه. عديها بقى. خليك راجل. هو الراجل اللي يعدي، مش الراجل اللي يقف كده زي الحجر. الراجل هو اللي يعرف يعدي. فهمت؟ لان القوه والرجوله انك انت ازاي تستوعب الذي امامك وتعرف ظروفه وتعذره وتعرف ازاي تعالجه وازاي ما تخسروش، هي دي الرجوله. مش الرجوله انك انت تقعد طول النهار تتخانق وتضرب وتعمل وتقول راجل. راجل ايه؟ ان المراه خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه، فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، يعني تخسرها خالص والبيت يتخرب والعيال ما يتربوش وتطلع. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن ميسره عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت. واستوصوا بالنساء فان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه. اعلاه اللي هو يعني ايه؟ عقلها يعني، لان عقلها متغطي بالعاطفه. فالعاطفه دي مخلياها تنظر للامور نظره مختلفه عن نظرتك انت. يعني هي بتنظر بعاطفتها وانت بتنظر بعقلك. فاعذر بقى نظرتها، لان نظرتها اللي بالعاطفه دي هي اللي مخليه البيت مستمر ومخليه الاولاد يالفوا اليها ويعودوا اليها وتحسن عشرتها ويدوم عشرتها ومودتها. فهمت بقى ازاي؟ وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج. استوصوا بالنساء خيرا. وعن ابي قال وحدثني ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه. لا يفرك يعني لا يبغض، لا يمل، لا يكره، دي معنى يفرك. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غير. يعني برضو انظر لمزايا زوجتك ولا تنظر لعيوبها. افرض فيها عيب واحد، إن مثلا إيه، بتنام كتير، ما بتصحاش بدري، لكن فيها ميزة أخرى، أمينة، دينة، بتحبك وبتصبر عليك وبترضى بالقليل ما بتعليش صوتها وبتراعي بيتها. طب مش دي كلها مزايا؟ لا، يسيب بقى كل المزايا دي ويقول كسوله ما بتقومش الا الساعه مش عارف يوم، يفضل ايه، ما انت ما عندك مزايا اخرى. افرض ان هي امراه يعني محترمه في بيتها وقائمه على اولادها وبتربي، لكن صوتها بيعلى احيانا وهي بتربي الاولاد، او سريعه الغضب مع اولادها. طب ما تنظر للمزايا الاخرى. يعني ان كرهت فيها طبع ففيها طباع اخرى كويسه عظيمه، هتيجي تطلعها طبع عشان الطبع ده، تلاقي واحده تانية ما فيهاش الطبع ده لكن فيها طبع تاني اسوا، تطلع غير امينه على البيت، او ما بتقعدش في البيت، كل يوم تصحى الصبح ما تعملش فطار وتتزوق كده وتروح نازله قاعده في النادي وسايبه العيال، انت اللي تلبسهم وتنزلهم من المدرسه. طب ما كانت التانيه حلوه، كانت بتلبس العيال وتفطرهم بتاع، صحيح صوتها يعلى شويه لكنها قايمه بالاولاد. فهمت ازاي؟ فاذا كرهت فيها طبع ايه؟ يعني تحب فيها طبع اخر. فهمت بقى المساله؟
وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. يعني إيه بقى؟ هل ضعيف في ستنا حواء؟ ستنا حواء كملت، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كمل من الرجال أربع، منهم إيه؟ مريم وآسية وخديجة وفاطمة بنت خويلد، واخد بالك؟ حواء دي زوجة نبي اللي هي أم البشر دي كلها، أمنا. فالنبي لا يقصد أنه يعيب فيها، لكن إيه؟ لأن حواء أكلت من الشجرة وأعانت زوجها على الأكل من الشجرة، فلما أعانته على معصية ربه هذا الخلق الأول كان سببا في ظهور بعض النساء اللي يخن أزواجهن. فهمت إزاي؟ أدي معناه، مش هي خانت أبونا آدم، هو كان في رجاله مع ادم عشان تخون، فاهم؟ لكن المقصد ان هي يعني لم تنهاه عن الاكل من الشجره واكلت معه، شجعته على فعل المعصيه، اعانته على فعل المعصيه اللي هي مكتوبه عليه اصلا، واخد بالك؟ وان كانت هي معصيه في الصوره وليست في الحقيقه، لان سيدنا ادم لما اكل اكل ناسيا ولم ياكل متعمدا ذاكرا النهي. معلم امتى يبقى معصيه حقيقيه؟ اما يبقى ذاكر للنهي وعارف ان متاكد وبلا اكراه وداخل كده متعمد، يبقى كده معصيه. لكن سيدنا ادم ابدا، سيدنا ادم نهي عن الشجره وعاش في الجنه هو وزوجته سنوات طويله لا يعلم مداها الا الله لحد ما نسي النهي، فاكل ناسيا وحواء لم تذكره، اكلت معاه. فهمت ازاي؟ فشجعته على ايه؟ على فعل المعصية في الصورة وليست في الحقيقة. وكانت هذه الصورة السبب اللي كان في ذريتها نساء يخن ازواجهن. هذه الصورة يعني. فهمت بقى المسألة؟ فهذا ليس عيبا في سيدتنا حواء بقدر ما هو بيبين اثار التصرفات ولو كان فيها نوع وجاج انها تأتي في الذرية. تأتي في الذرية. فنسأل الله سبحانه وعلى شكل ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فكلما كنت حافظا على علاقتك بربك محافظا على طاعتك كلما حفظك الله في ذريتك. ادي المعنى. والمسألة بقى مش قضية كبيرة ان نبينا صلى الله عليه وسلم بيعيب في امه حواء. لا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يحن، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل المن والسلوى على بني إسرائيل كان بيجيب لهم رزقهم يوم بيوم، فهم بقوا يخزنوا كأنهم بيستخونوا الله فياخدوا ويخزنوا، فلما خزنوا ربنا سبحانه وتعالى ألقى الفساد على طعامهم فبقى يخنز اللحم وينتن ويحتاج إلى وسائل حفظ وغير ذلك. لكن قبل كده ما كانش في طعام يخنز ولا إيه يفسد حتى ولو تركته ايام طويله بشؤم بني اسرائيل وعدم ثقتهم في رزق الله. ربنا عاقبهم بذلك ثم عاقب، يبقى لهم شؤم على كل الناس، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، وصار الطعام يفسد في كل البيوت بعد كده. ولولا حواء يعني اعانت زوجها على الاكل من الشجره لم تخن انثى زوجها الدهر. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على كتاب الطلاق غدا إن شاء الله وفيه 9 أبواب. يبقى عرفنا النكاح وعرفنا الرضاع، هنشوف بقى الطلاق وما ينبني عليه من أحكام.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك امالنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.